السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة مرابطون، أهلا بكم. زار الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز صباح اليوم 3 مدارس بالعاصمة نواكشوط تزامنا مع أول أيام الافتتاح الدراسي. وقد بدأ الرئيس زيارته بمدرسة الامتياز الابتدائية في مقاطعة تفرغ زينة، كما زار الرئيس مدرسة المجيدري الابتدائية بحي الدار البيضاء في مقاطعة الميناء، قبل أن يختم زيارته بثانوية تجنين ثلاثة بحي السعادة بولاية نواكشوط الشمالية. أشاد وزير التهذيب الوطني باع عثمان بالإنجازات التي قال إنها تحققت في مجال التعليم خلال العام المنصرم، مضيفا أن قطاعه سيعمل على مواصلة التشاور مع الشركاء في العملية التربوية بهدف الانفتاح وترقية روح المواطنة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير بمناسبة افتتاح العام الدراسي الذي بدأ على عموم التراب الموريتاني صباح اليوم. نظم المسعى المدني المستقل من أجل الحوار مؤتمرا صحفيا بنواكشوط لشرح الأسباب التي دعت إلى تأسيسه. وقال رئيس المسعى المكون من عدد من منظمات المجتمع المدني نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ الحمدي إن المسعى يسعى إلى الاتصال بمختلف فرقاء المشهد السياسي من أجل تقريب وجهات نظرهم ومشاركتهم في الحوار السياسي المرتقب. دعا رئيس حزب الصواب عبد السلام والحرمة إلى هبة شعبية في موريتانيا نصرة للمسجد الأقصى المبارك وما يتعرض له من محاولات اعتداء من طرف قوات الاحتلال الصهيونية. وأشاد والحرمة خلال مهرجان نظمه حزب الصواب بنواكشوط تضامنا مع الشعب الفلسطيني، أشاد بصمود النساء الفلسطينيات أمام ما تتعرض له القدس من قبل الصهاينة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية مفصلة بحول الله، إلى اللقاء.